مرحبا، صباح الخير. شكرا لمشاركتكم معنا في التحليل الفني الصباحي من شركة وينزور. معكم عمر الفودة. تاريخ اليوم 14/5/2013. نبدأ في الجدول الاقتصادي. أهم خبر سيكون لتداول اليوم الساعة 12 مساء، يعني بعد ساعة، وهو مؤشر لألمانيا، مؤشر للمناخ الاقتصادي. بنشوف إنه القراءة المتوقعة أعلى من القراءة السابقة. القراءة السابقة كانت 36.3، وهنالك توقعات ارتفاع إلى 39.5، فأي قراءة فوق 40 من المفروض أن يكون لها تأثير إيجابي على عملة اليورو. للمتداولين على الأسترالي الساعة 12:30 لدينا خبر الميزانية، وطبعا هذا سيكون خبر مهم. فهذه الأخبار فقط بالنسبة لليوم. نبدأ في تحليل اليورو مقابل الدولار. بنشوف إنه شيئا ما يقع في حالة تراوح تقريبا ما بين مستويات 30/20 و39/40 تقريبا، فلا يوجد تطلع واضح. انتبه إنه أوطى سعر لخلال تداول الجلسة السابقة وصل إلى نقطة دعم هامة، وهي 29/35. فنرى إنه اللو لجلسة يوم الاثنين كان بالضبط نفس أوطى سعر وصل إليه في جلسة يوم الجمعة، مما يعني إنه لنا مستوى دعم هام عند هذه النقطة، عند 29/40 نستطيع أن نقول. ففي حال عاد وهبط يجب متابعة هذا المستوى. حاليا نرى أنه صعد من تلك المستويات تقريبا 90 نقطة، ولكن بشكل عام لا يوجد حركة قوية، نرى أنه في حالة تراوح. على رسم البياني مدى الساعة ما نراه هو اتجاه هابط، ولكن نرى أنه خرج من حالة الهبوط حاليا، لم ينعكس ولكن خرج من حالة الهبوط. وما إشارة ذلك؟ إشارة ذلك أن رأينا خرج من نطاق القناة الهابطة، وذلك بعد كما قلت الدبل بوتوم الذي نراه هنا عند 29/40. ننتبه أنه عندما صعد اقترب من نقطة 38.2، نسبة الارتداد على مؤشر الفيبوناتشي، ولكن الآن عاد إلى نسبة 23%. ننتبه أيضا ملاحظة هامة أنها أول نقطة وجد مقاومة عندها هي 30.00، ليس فقط حاجز نفسي أو المعروف بالسايكولوجيكال برايس، ولكن هي أيضا كانت نسبة 23% ارتداد من الاتجاه الهابط الذي نراه هنا على رسم البياني مدى الساعة. وأيضا نرى أنه بعد أن كسر هذه النقطة ذهب إلى النقطة التالية 38%، فتبدو فعلا مستويات فيبوناتشي تستعمل لبيعه عند نقاط معينة. فذلك يجب دائما استخدام هذا المؤشر لتقييم أين نقاط الدعم والمقاومة. استطاع الاسترليني كسر نقطة هامة وهو القاع السابق، نرى 53.12 استطاع كسره خلال الجلسة السابقة ليحقق قاع جديد عند 52.75، وذلك يدل على قوة الاتجاه
الهابط، وذلك كان قبل محاولة انعكاس. نرى هنا حاول الصعود، ولكن نرى أنه وجد مقاومة عن مستويات 53-80، ومن ثم أصبح هبوط حاد تقريبا 100 نقطة. فحاليا يتم تعديل القناة لأخذ في عين الاختبار القاع الجديد، ونرى أن التداول حاليا يستمر في نطاق القناة الهابطة، فنظرية الهبوط حتى الآن واردة بسبب تحقيق قاع جديد. فما هي أهم المستويات التي قد يصل إليها؟ طبعا عودة إلى القاع، ومن ثم نرى الدبل بوتوم هنا عن مستوى تقريبا 52.00، بعد 100 نقطة سيكون أصعب مستوى عليه تجاوزه. دولار مقابل الين، ننتبه أن الجلسة السابقة لم تحقق أي مكاسب ولا خسائر كبيرة. نرى أن سعر الإغلاق قرب سعر الافتتاح، وليس هنالك رينج كبير ما بين أعلى وأوطى سعر، فلم يكن هنالك أي تحرك ملاحظ على الدولار مقابل الين خلال الجلسة السابقة. يبدو أنه حاليا في حالة ارتداد بعد الصعود الذي نراه هنا، وذلك ما كنا نتوقعه. بعد كل صعود حاد نتوقع ارتداد. إذا ذهبنا إلى رسم البياني مدى الساعة يتضح لدينا ما يحصل أكثر. نرى شيئا ما نموذج انعكاس وهو التريبل توب، لا نرى ذلك على رسم البياني مدى 4 ساعات، فالنظريات تختلف من بين زمن إلى الآخر. وأيضا إذا استخدمنا مؤشر الفيبوناتشي، سبب وجوده دعم عند هذه النقطة 141 تقريبا هو أنه نسبة الارتداد 23% من الاتجاه الصاعد الذي نراه على رسم البياني مدى الساعة، فقد يجد دعم حاليا عند هذه النقطة ويعود إلى الصعود إلى القمة. النفط حتى الآن نرى حالة التراوح لم تنتهي. مبدئيا يتراوح بين 95 و 96 أو 97 في نطاق دولارين، ولكن أهم نقطة يجب عليه تجاوزها حتى يصبح لدينا نظرية هبوط هي 93-35، القاع الذي نراه هنا الذي استطاع وجود دعم عنده في السابق. نرى أنها كانت قمة سابقة. شيئا ما نرى على رسم البياني مدى الساعة أن نظرية الهبوط أقوى بسبب قدرتنا على رسم خط اتجاه من خلال القمم الأوطى على التوالي. يبدو أنه يوجد لدينا بعض المقاومة عند النقاط التي نراها هنا، تتضح أكثر إذا ذهبنا رسم البياني النص ساعة. نرى عدة مرات يصل إلى هذه القمة عند 95-70 تقريبا ولا يستطيع كسرها، ولكن أيضا ننتبه لدينا دعم هام عند هذه النقاط عند 94-85، فتطلع غير واضح أبدا، ولدينا تراوح داخل التراوح، فمن الصعب بالعادة معرفة ماذا سيحصل. نحتاج أن نرى اختراق لهذه المستويات حتى نأخذ إشارة صعود أم هبوط، ويتضح ذلك أكثر من شكل المتوسط المتحرك. نرى أنه يتحرك في شكل جانبي، مما يؤكد لنا نظرية التراوح وعدم وجود مؤشر زخم من الـ RSI. نفس الحالة على الذهب، نرى انحصار شيئا ما، ولا يوجد لدينا تطلع هبوط أم صعود، لدينا خط اتجاه هابط وأيضا خط اتجاه صاعد، مما يعني أن هنالك انحصار. أهم نقطة 1450، إذا استطاع
الارتفاع فوق هذه النقطة تكون إشارة للصعود، ولكن حتى الآن توقعات عودة إلى القاع 1420. طبعا هنالك نقاط على الطريق، نرى هنا لدينا لواة عند مستويات 1430 تقريبا، فسيكون لدينا بعض الصعوبة هنا قبل الوصول إلى 1420. أخيرا بالنسبة لمؤشر الداو جونز، حتى الآن نحن على صعود، ولكن إذا ذهبنا إلى رسم البياني مدى الساعة تختفي نظرية الصعود ويصبح لدينا ما يبدو أنه تحرك عشوائي، لا يوجد اتجاه واضح. أهم مستويات نراها هنا، عند تقريبا 15,000 بالضبط، نرى أنه يهبط عدة مرات إلى هذه النقطة ويتم شراؤه عند هذه النقطة. طبعا هذه دائما يعتبر psychological price أو حاجز نفسي، 15,000 أو 14,000، نرى أنه يتراوح ما بين 15,110 وهو السعر التاريخي للداو جونز وال 15,000. أي تداول بين هذه المستويات لا يعني شيء، ومن الصعب مأخذ الإشارة منه، ويتضح ذلك أكثر إذا نظرنا إلى الـ RSI يتحرك في شكل جانبي، مما يعني أن هنالك لا يوجد صعود أم هبوط. شكرا لاستماعكم.